فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمنفرد، يقول هل لا بد من تحريك الشفتين واللسان، وهل لا بد من أن يسمع نفسه؟ لا بد في السرية، لأنه ما يترتب على ذلك تشويش، لا بد أنه ينطق بها ويسمع نفسه، لازم يسمع نفسه ينطق بالحروف، لأنه ما يترتب عليه تشويش على الإمام ولا على من بجانبه. نعم. القراءة بالقلب لا تكفي، لا بد من التلفظ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.